السؤال قبل أيام طرح ببرنامج أنه على وزارة الكهرباء الحل، يقول لك يجب يحلون وزارة الكهرباء لأن ما منها فائدة، وجودها فيه ازدياد للفساد وليس تنظيم لعمل وزارة الكهرباء. يعني هي تدري أغلب الدولية ما بيها وزارة الكهرباء، فإذا على المرحلة القادمة وصل تشيخه وخلصوا وزير الطاقة اللي هي تجيب الكهرباء والنفط والموارد يعني أنت مع حل هذه الوزارة بكوادرها بالعدد الضخم اللي بداخلها. طبعاً. كل استفادة منهم بوزارة الطاقة. بس يعني وزارة الصناعة اليوم عندنا تقريبا 200 ألف موظف وما يشتغلون قاعدين بس ياخذون رواتب. فضائيين. لا مو فضائيين مو يعني هو ما كنت شو سوى رأي. مقبلين على صيف يخوف الحكومة يخوف الإطار. أنا أشوف يعني الله سبحانه وتعالى واقف ويا السوداني وايد. يعني أزمة ماء حنمشيها بالدعاء ايش السيد ما حتى بالصيف يعني أزمة ماء أجل ماء أزمة كهرباء الجو اللي هسه زين فما نعرف أكيد هو باعي الكهرباء ايش قد ما يصير عندش إنتاج وعنده مشكلة بالتوصيل أيضا تبدأ يزيد اليوم العراقيين يزيدون 1 مليون و300 مليون و200 بالسنة وهذه فأكيد تحتاجين أكثر بس الكهرباء أفضل مما كانت بالأحوال السابقة يعني الصيف راح يكون خفيف علينا لو الصيف يعني راح يسبب أزمات للحكومة لا أكيد شهر يمر عليش قاسي هنالك يا صيف قاسي شهر قاسي لأن الوزير نفى وجود أي لا أيام شهر قاسي شهر قاسي وهذا الشهر القاسي ما راح يستخدمه أعداء السيد السوداني لتظاهرات لإطاحة بالحكومة يكون سبب انطلاق لشرارة يوم واحد يستغله مو شهر يعني امام ازمه احنا قادمه لا هي ما ادري هسه تصير ازمه وما تصير بس اكو تهيئ ضد السوداني واكو بوادر واكو شارع مع السوداني معادله اختلفت كان الشارع مو مع رئيس وزراء مو مع السياسيين شارع اليوم معادله اختلفت تم اول على الشارع هالمره لا انا اقول مرات انا اخجل مو راح يطلع الشارع اقف السوداني مرات انا اخجل انا ضد السوداني ما احب اشوف شارع وياه اخجل بس لو بيدي وبيد السوداني انا بغرفه واحده العب بيه خلقه هم قبل ما أختم رأيك بوزراء هذه الحكومة لليوم بعد التقييم يعني ما أريد يقولون بعدين قاسي لا وأنت دائما قاسي وأنا جري دائما يقولون عليك قاسي بالتوصيفات اليوم راح أخفف بعض الوزراء تنقول عليه ما شرحة بصخلة سياديين أم غير سياديين وزراء سياديين خبرتك هذا وزيرة هو وزير بعد بعض منهم يعبر الخمسة يعبر الستة ايه بالحدود شكرا لحضرتك كم سخلة يرادنا